نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير. وبداية نرفع أسم التهاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وللأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الفطر السعيد. دعينا الله أن يحفظ جلالته والأردن الغالي بخير وأمان واستقرار. كما نتقدم بالتهنئة لكنيسة الروم الملكين الكاثوليك بانتخاب السينودوس للنائب البطريركي المطران جوزيف العبسي بطريركا جديدا للكنيسة، متمنين لغبطته خدمة مباركة وعطاء مستمرا. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي وفداً كنسياً مقدسياً. الرسامة الكهنوتية للشماسين جوزيف سويس وصقر حجازين. أبناء الكنيسة الكاثوليكية يحجون إلى مزار سيدة الجبل بعنجرة. كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الفحيص ضمن برنامج كنيستي. أهلاً بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وفداً ضم ممثلين عن أوقاف وكنائس القدس بحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية أن الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيستمر بالعمل والتعاون مع المجتمع الدولي وفي جميع المحافل لحماية المقدسات الدينية في المدينة. وأعرب الوفد الذي ضم أيضاً عدداً من ممثلي الكنائس الرسولية في الأردن عن تقديرهم للدور المهم الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين في المدينة المقدسة والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. بقداس إلهي مهيب ترأسه المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا، احتفل أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالرسامة الكهنوتية للشماسين جوزيف سويس وصقر حجازين في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران ماركوتسو وعدد من الأساقفة والأباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية والمعهد الإكليريكي في القدس وفلسطين والجليل والكنائس الرسولية المختلفة والشمامسة والأخوات الراهبات وأهالي وذوي الشماسين وعدد من فرسان القبر المقدس وجموع من المدعوين والمؤمنين. وفي كلمة للمطران بيير باتيستيا باتسبالا ألقاها بالنيابة عنه المطران الشوملي هنأ فيها الشماسين سويس وحجازين متمنيا لهما حياة كهنوتية مباركة في خدمة الرب والكنيسة والرعية حثاً إياهم أن يكونوا على مثال السيد المسيح في المحبة والتواضع وخدمة القريب والبعيد. كما قدم الأب الدكتور جمال خضر مدير المعهد كلمة شكر فيها جميع الذين شاركوا في قداس الرسامة مباركاً للكنيسة الكاثوليكية بأبنائها الكهنة الجدد. وفي ختام القداس الاحتفالي انطلق موكب الأساقفة والكهنة إلى ساحة الكنيسة للتهنئة بالكهنة الجدد متمنين لهم مزيداً من العطاء. تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في شهر حزيران من كل عام بعيد سيدة الجبل في عنجرة بمحافظة عجلون وذلك بقداس إلهي يلتئم فيه الآلاف من المؤمنين من كافة أنحاء المملكة. المزيد في التقرير التالي. أحيا المؤمنون من كافة أنحاء المملكة الحج المسيحي إلى مزار السيدة العذراء سيدة الجبل في عنجرة بمحافظة عجلون حيث التأم الآلاف بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والمطران مارون اللحام والمطران ياسر العياش وراعي الكنيسة الأب هوغو ولفيف من الآباء الكهنة وجموع من الراهبات من المؤسسات الرهبانية المختلفة. لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.
وفي كلمة للأب الدكتور أشرف النمري رحب فيها بالحضور والمشاركين، وداعيا الله أن تكون ثمرة هذا الحج سلاما وبركة للأردن والعالم أجمع. وتحدث المطران الشوملي في عظته عن أهمية المكان الذي يحتفل به في شهر حزيران من كل عام، وعن دور السيدة العذراء في حياتنا وشفاعتها لنا لدى ابنها القدوس. ولا بد أن نذكر بعض الآيات من الكتاب المقدس التي تحثنا أن نتمثل نحن أيضا بهذه الصفات المريمية، إذ يقول القديس بولس: ليود بعضكم بعضا بمحبة أخوية، تنافسوا في إكرام بعضكم لبعض، كونوا للقديسين في حاجاتهم مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء مبادرين، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. والآيات التي تتكلم عن المحبة في الكتاب المقدس لا تعد ولا تحصى. لتكن مريم شفيعتنا في كل صعوبات حياتنا ونموذجا لنا كل يوم. يا مريم سيدة الجبل صلي لأجلنا. ورفع المؤمنون الصلوات والطلبات أمام مذبح الرب متضرعين وطالبين شفاعة الأم البتول سيدة الجبل. حيث شاركت جوقة ينبوع المحبة مع جوقة الكنيسة في إحياء القداس الاحتفالي. يا رب ارحم كريستنا يسوع، اقبل تقديمتنا، بارك شمعنا، نطلب رضاك من وفي ختام القداس قدم الأب فادي ثابت مجموعة من التراتيل المريمية العذبة تكريما لأمنا مريم العذراء. يشار أن مزار سيدة الجبل قد تأسس من قبل الأب المرحوم يوسف النعمات كتكريم للسيدة العذراء، واعتمده الفاتيكان كأحد أهم المواقع الدينية للحج المسيحي في الأردن. وتعود أهميته إلى الاعتقاد بأن السيد المسيح وأمه القديسة مريم أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، وكان السيد المسيح يتنقل مع تلاميذه بين الناصرة والقدس عن طريق الأغوار، ماراً بأم قيس وطبقة فحل وجرش ثم عنجرة ومنها لنهر الأردن المغطس، وقد بنيت فيه الكنيسة عام 1932، وأحضر تمثال قديم من الخشب للسيدة العذراء نصب في كهف صغير بني داخل الكنيسة. جولتنا لهذا الأسبوع وضمن حلقات كنيستي ستكون من كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الفحيص. التقرير التالي يعرض لنا جمالية هذا المكان وقدسيته. الفحيص، تلك المدينة الوديعة ذات الأغلبية والأهمية التاريخية للمسيحية في الأردن، بلدة التاريخ والتراث والحضارة، تتوسط بموقعها المملكة الأردنية الهاشمية وتتميز بثقافتها ولحمتها العشائرية. نحلق سويا في حلقة اليوم من برنامج كنيستي حول كنيسة أثرية قديمة، كنيسة عامرة بصلواتها وطقوسها،
كنيسة ترعرع بين جدرانها العديد من الحكماء والعلماء والأدباء، كنيسة مر عليها عصور وحضارات، وخدمها رعاة من الكهنة حافظوا على المسيحية الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء بنيت على شكل صليب بفن بيزنطي قديم على عدة مراحل، ابتداء من عام 1898 واستمرت حتى عام 1909. يبلغ طولها 18 ذراعا وعرضها 10 أذرع وارتفاعها 7 أذرع، شيدت بتبرعات أهل البلدة المحسنين. يميز الكنيسة من الداخل جدرانها وحجارتها القديمة، ففي قلب الكنيسة يوجد الأيقونوستاس أي حامل الأيقونات الذي يعود لعام 1927 ويعد فريداً من نوعه، وهو مرسوم بشكل رائع بحسب الطريقة الروسية. الفحيص هي من المناطق اللي بيعود اسمها إلى الفحص، كان فيها محطة جمرك، كان فيها يتم فحص القوافل الحجاج والبضاعة اللي كانت موجودة فيها. معروفة الفحيص بشجر الزيتون، معروفة الفحيص بشجر بالعنب والدوالي، معروفة بالينابيع الطيبة. أول كنيسة بمدينة الفحيص هي كانت كنيسة بمنطقة الدير اسمها كنيسة البرج الأبيض، اللي كانوا من برجها يشوفوا ملامح القدس من هاي المنطقة اللي هي منطقة مرتفعة. الآن في بعض الأثار لهاي الكنيسة ظلت موجودة، لكن عبر الزمن انهدت عبر الحروبات، عبر الظروف البيئية انهدت هاي الكنيسة، صار موجود بعض الأثار منها. بعدين المرحلة الثانية كان في مغارة بمنطقة الربع، هذه المنطقة اللي هي قريبة من كنيسة القديس جورجيوس، كان يجتمع فيها الناس للصلاة، واليوم هي عبارة عن مغارة شبه مقفلة في ملامح موجودة منها. تحوي الكنيسة أيضا على أيقونات قديمة جدا تعود لعام 1882، نقلت جميعها لمتحف بجانب الكنيسة للحفاظ عليها وعلى ملامحها. معظم الأيقونات الموجودة هنا هي بتعود تاريخها لل 1926 وفي 27. طبعاً هاي الأيقونات هي بحسب المدرسة الروسية، ويقال إنه كانوا السياح اللي يجوا من صربيا ومن روسيا باتجاه القدس كانوا يمروا بمنطقة الفحيص ويسكنوا فيها، لأنه كان في راهب من المسكوب، وفي منطقة المسكوبية تسمى كمان نسبة للراهب، وفي كان بيت للراهب وعين للراهب، كان يسموه العين اللي على روس البيادر بعين الراهب، كان راهب ساكن هون، وكانوا السياح اللي يجوا يزوروا الكنيسة ويكونوا جايبين معهم هدايا. وفي عنا أيقونات أثرية بعود تاريخها لل 1846 لل 1882، وهاي الأيقونات إلها قيمة كثير كبيرة، الآن موجودة بمتحف الكنيسة أو بالكنيسة القديمة اللي هي كنيسة الخضر أو القديس جورجيوس اللي بعود تاريخها لل 1882. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. وببركة من غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، فقد منح غبطته هذه الكنيسة البهية ذخائر من خشبة الصليب المقدس
ليتبارك منها كل قاس ودان. جرى ذلك باحتفال مهيب حضره أبناء الرعية والكنائس المجاورة في البلدة، كما قام كهنة الرعية بتشييد مزار للذخيرة المقدسة. هاي الكنيسة اللي بيميزها إنه في عنا بالألفين وواحد كانت بمكرمة من بطركية الروم الأرثوذكس، بأنه صار في عنا مزار لخشبة الصليب المقدس. هذا المزار باحتفال كبير تم بزياح كبير بزيارة بكل البلد اتجمعت، كان في عنا استقبال لذخائر الصليب المقدس، وهي الذخائر اللي هي موجودة على شمالنا بداخل الصليب بالإضافة لحجر الجلجلة، وهي فعلياً بركة كثير كبيرة لهاي الكنيسة ولكل أهل الفحيص اللي كان عندنا فرصة أنه نتبارك مباشرة من خشبة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الخشبة الحقيقية لصليب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نرى في كل عام وتحديداً في يوم الجمعة العظيمة تكاتف رعايا الكنائس الرسولية في بلدة الفحيص ليتشاركوا في أرجائها وشوارعها بمسيرات تعلو بها أصوات التراتيل مع نور الشموع واستقبال النور المقدس، ليشهد العالم كله بأن كنيسة المسيح واحدة. في تعاليمك المضيئة أنت سراج طريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. رعية الفحيص هي من الرعايا النشيطة جدا على مستوى الأردن. بيميز هاي الكنيسة انه فيها من صار في عنا خشبة الصليب صار في عنا مزار لخشبة الصليب المقدس، وهذا المزار بيزوره كثير من المؤمنين اللي بيتباركوا بخشبة الصليب، وصار عنا عيد الصليب اللي هو ب 27/9 يوم حج، يوم بيقطن بيجي كل المسيحيين من حوالين هاي المنطقة، بيكون في احتفال كثير كبير على مستوى، وبيكون في زياح للصليب المقدس بخارج الكنيسة للبلد حتى ربنا يحمي بلدنا الأردن، يحمي هاي المدينة ويحمي كل الناس الموجودين. وكالعادة بآخر الاحتفال بيصير في إيقاد لنار الصليب اللي احنا بنعرف هي كانت إحدى علامات اللي نقلوا الخبر لروما بأنهم وجدوا خشبة الصليب. خدم في هذه الكنيسة كهنة صالحون من أبناء عشائر مدينة الفحيص الذين سعوا دائما لنشر كلمة المسيح وتعاليمه، والذين حافظوا بإيمانهم على إرثهم وتقاليدهم. تحيط جوانب الكنيسة مدافن للآباء الذين خدموا فيها، منهم الأب عطلة جريس والأب سعيد الخوري والأب ميخائيل وخليل ونصر الله وعيد السويس والأب جريس شتاوي والأب يوسف السماوي ونقولة ويعقوب الداود، وآخرهم الأب إلياس السويس رحمة الله عليهم ولتكن ذكراهم مؤبدا. معظم الكهنة هم مدفونين بملاصقين لجسد الكنيسة، لأنه إيماننا بأن الكنيسة هي مش كنيسة الحجر، الكنيسة هي كنيسة البشر، هي الكنيسة الجسد اللي رأسه الرب يسوع المسيح. وهدول الكهنة الأباء الكهنة اللي خدموا هاي الكنيسة بكل تفاني هم عادوا ليكونوا أجزاء جزء لا يتجزأ من جسد الكنيسة المنتصرة. تتوالى الخدمة والرسالة من جيل إلى جيل وكاهن فكاهن، فتبقى هذه البيعة الأرثوذكسية حافظة في جدرانها كل ذكرياتهم العطرة التي ما زال صوتها يصدح حتى الآن. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة ومرور 50 عاماً على تأسيس مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء،
نظمت المجموعة رحلة إرادية في التحدي والتسلق لأعلى قمة في الأردن تقع على جبل أم الدامي في منطقة وادي رام جنوب المملكة. وشاركت في الرحلة مجموعات كشفية ضمت أعضاء من كشافة بيت جالة الأرثوذكسية وجمعية شباب وشابات SOS الفرنسية وأم الصماق للروم الكاثوليك. وعند وصول المشاركين إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 1852 متراً عن سطح البحر قاموا بوضع أعلام المجموعات الكشفية وأسمائهم بروح من التعاون والإصرار والتحدي. ويهدف هذا البرنامج الذي جاء بالتعاون مع وزارة السياحة وبرعاية إعلامية من مكتب فضائية نورسات الأردن إلى الترويج لبعض المواقع السياحية الهامة في المملكة، وهذا نابع من رسالة المجموعة القائمة على خدمة المجتمعات المحلية في كل وقت. قامت المجموعة بمبادرة بدعوة مجموعات دولية للمشاركة بمغامرة لتسلق أعلى قمة بالأردن جبل أم الدامي اللي إحنا حاليا واقفين عليه على ارتفاع 1852 متر. الحمد لله قدرنا نحقق إنجاز ونسجله بتاريخ المجموعة. طبعا نشكر وزارة السياحة والأثار على دعمها لنا، نشكر قناة نورسات اللي كان لها فضل كبير بالتغطية الإعلامية لهذا النشاط، نشكر الدكتورة باسمة السمعان على دعمها السخي لهذا النشاط بكل تفاصيله، نشكر كل قادة المجموعات الكشفية والإرشادية لثقتهم في مجموعتنا وقيادة مجموعتنا. يعتبر وادي رم منطقة سياحية قيمة وحقه علينا انه احنا نساعد على نشر هاي المنطقة ونساعد بنقلها لكل العالم من خلال مشاركة افرادنا ومجموعاتنا الكشفية والإرشادية، وهذا يعتبر جانب من جوانب الحركة الكشفية. تأتي هاي المشاركة أو المغامرة الجديدة في حياة الكشاف لتعزيز انتماء وتعزيز قدرات الأفراد على التحمل واكتشاف الذات واكتشاف معالم أخرى في دول أخرى، خصوصا أن هاي المشاركة تأتي بمشاركة عدة مجموعات من الأردن الشقيق. تيراس باري دونك جو فيان دو فرانس. Et j'ai l'extrême chance d'avoir fait un petit une marche avec les Latin Scouts de Zarqa. Donc voilà, je vous invite à les joindre parce que c'est vraiment merveilleux. Nous sommes dans le Wadi Rum, donc c'est juste ouf, surtout pour une Française comme moi. وبدوره قام مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بالدكتورة باسمة السمعان بتقديم شهادات للأفراد المشاركين في التحدي تقديراً لجهودهم الطيبة ومسيرتهم الذهبية الرائدة في هذا المجال. الأردن بطبيعته الجميلة الخلابة وشعبه العربي الأصيل يواصل كعادته مع كل رمضان لقاءات الأخوة والمحبة من خلال تبادل الإفطارات وإقامة الأمسيات الرمضانية بين أبنائه مسلمين ومسيحيين. المزيد في التقرير التالي. شهدت العديد من الأماكن في المملكة لقاءات محبة على موائد الإفطار، وهي لقاءات إن دلت على شيء فإنما تدل على تآلف القلوب بين عموم الناس على اختلاف منابتهم وعقائدهم. ففي مدينة مادبا أقامت الجامعة الأمريكية مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان الفضيل، حضرها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور روبرتو كونا ورئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب وعدد من الآباء الكهنة والهيئتان الإدارية والتدريسية في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي وجمع من المدعوين. وقد وصف كل من المطران الشوملي ورئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب هذه المناسبات الروحانية بأنها معززة لنمو الصداقة والمحبة بين عموم أبناء المجتمع الواحد. في هذا الشهر الفضيل يقيم المسيحيون للإخوة المسلمين
حفلات إفطار، والعكس صحيح، إنها مناسبات روحية ولكن أيضا اجتماعية تتآلف القلوب حول المائدة الواحدة وتنمو الصداقة والمحبة. أتمنى للإخوة المسلمين في هذه المناسبة عيد فطر مبارك وصوما ذي أجر للجميع. تقليد سنوي بكل شهر رمضان سنويا الجامعة الأمريكية في مأدبة تقيم هذا الحفل الإفطار لتمتين أواصر العيش المشترك ما بين جميع فئات المجتمع المأدباوي لما فيه مصلحة المأدبة ومصلحة الأردن بشكل عام، لأننا نعيش في مجتمع متحد وبأخوة ومحبة دائما. وفي كنيسة شهداء الأردن للاتين أقامت الكنائس الرسولية في منطقة مرج الحمام حفل إفطار جماعي لمسؤولي ووجهاء المنطقة وكهنة وقساوسة الكنائس فيها. وقد رحب الأب حنا كلداني راعي الكنيسة بالمدعوين مشددا في كلمته على القيم والعادات المشتركة التي تجمع أبناء هذا البلد تحت ظل الراية الهاشمية، كما ألقى عدد من المتحدثين كلمات أشادوا فيها باللحمة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين. لإحنا نموذج حي للأخوة بين المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض المقدسة. وعلى الصعيد ذاته وللمرة الرابعة على التوالي أقامت كنيسة دير اللاتين في ماركا حفل إفطار للطلبة السوريين والعراقيين وأهاليهم المهجرين بحضور عدد من أبناء المجتمع المحلي في المنطقة. ووصف الأب خليل جعار راعي الكنيسة الإفطارات الرمضانية في المملكة بموائد محبة ورحمة يلتقي فيها عموم أبناء الوطن الواحد على مائدة واحدة وقلب واحد، كما أن هذه اللقاءات في الكنائس هي تجسيد لنعمة الأمن والأمان التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة. السنة الماضية وإحنا طالعين الإفطار إحدى الفقراء كانوا على باب الكنيسة فسمعته بعلق وأنا بودع المدعوين بعلق لهذا الفقير بيقول طب يا ربنا هذول الشبعانين، فلهذا السبب أخذت القرار السنة هاي إنه الإفطار سيكون للطبقة من إخوتنا المحتاجين. طبعاً ما بخلى الأمر دعيت بعض الأصدقاء وبعض الوجهاء يكونوا معنا، لكن الأغلبية الساحقة 90% منهم هم طلابنا السوريين والعراقيين المهجرين وأهلهم، جمعناهم على مائدة إفطار، مائدة المحبة، مائدة الرحمن، حيث نجد أنفسنا كلنا إخوان. وبرعاية معالي ميشيل حمارنة أقام المركز المجتمعي المسكوني التابع للكنيسة اللوثرية أمسية رمضانية بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة وجمع من المدعوين. وألقى راعي الحفل كلمة قال فيها إن الأردن قدم للعالم نموذجاً للعيش المشترك المبني على المحبة والتراحم ما بين المسلمين والمسيحيين. وأكد القس سامر عازر راعي الكنيسة أن هذه الأمسية هي تعبير عن الحالة العفوية التي تربى عليها الأردنيون، لافتاً إلى أن الأردن يتميز بوحدة أبنائه في التصدي لكافة المخاطر التي تواجهه بالفكر المنفتح والمواطنة الصالحة. كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات تلاها تقديم فقرات غنائية وترفيهية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي وفداً كنسياً مقدسياً.
الرسامة الكهنوتية للشماسين جوزيف سويس وصقر حجازين. أبناء الكنيسة الكاثوليكية يحجون إلى مزار سيدة الجبل بعنجرة. كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الفحيص ضمن برنامج كنيستي. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.